فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ويسي هو عبد الله سعيد ويسي عبد الله، المولود في أربيل عام 1973، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الإمام الأعظم الجامعة في بغداد عام 2015، ويشغل منصب رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان منذ عام 2010 حتى الآن. أخذ العلم الشرعي من أبيه عن أجداده كابرا عن كابر، عمل على مدى 25 عاما إماما وخطيبا في الجامع الكبير في ديانا بأربيل، وهو عضو مجلس الأعلى للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان منذ 24 من آذار عام 2016 إلى الآن، مدرس مادة الفقه المقارن بقسم أصول الدين جامعة صلاح الدين، وهو أيضا مدرس مادة الفقه المعاصر بمعهد كردستان لتأهيل الأئمة والخطباء في أربيل. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية الإسلامية داخل وخارج العراق، ويتميز بعلاقة جيدة مع العديد من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وله العديد من البحوث والمؤلفات المطبوعة، ومنها نظرية الشبهة في الفقه الإسلامي أطروحة دكتوراه، جهود الشيخ عبد الكريم المدرس الفقهية رسالة ماجستير، نظم الحجج لإخراج مهاج المنهج في باب الفرائض دراسة وتحقيق، ضوابط الإفتاء في وسائل الاتصال الحديثة، الفتاوى السياسية وضوابطها، حكم الصلاة الواجبة عن الميت ودفع الدية عنها، مسائل فقهية معاصرة، دور المؤسسات الدينية في محاربة التطرف، حكم أسلحة الدمار الشامل في الفقه الإسلامي، تفعيل دور علماء الدين في محاربة الإرهاب، حكم الصلاة في الطائرة، المصلحة وأثرها في تغيير الفتوى، السياسة الشرعية وأثرها في تغيير الفتوى. متزوج وله 4 أولاد، بنتان وولدان. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ويسي، مرحبا بك في ورثة الأنبياء. فضيلة الشيخ عبد الله ويسي، مرحبا بك في ورثة الأنبياء. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية غريبة، أنت من أولي الفضل وقد شهد لك علماء دين عرب كثر بمواقفك معهم ومع إخوانك وأهلك أيام النزوح. نعم، حدثني عن تلك الحقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكركم شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة، ونتمنى من الله العلي القدير أن يجعلنا من ورثة الأنبياء. بالتأكيد الحقبة الزمنية من 2014 ومع مجيء داعش كان حقبة زمنية مؤلمة، ألمت الجسد العراقي بشكل عام، وتضرر الشعب العراقي بمختلف مكوناته، ولجأ عدد كبير من إخواننا العرب وبالأخص من أهالي محافظات الموصل، تكريت، ديالى، قسم منهم بغداد، قسم منهم من الرمادي، إلى محافظات إقليم كردستان. وطبيعة الشعب الكردي هو طبيعة من أهل الخير ويحب الخير، وطبيعة مسالمة بشكل عام. وكان من واجبنا الإنساني والإيماني والإسلامي أن نقف مع إخواننا هؤلاء الذين تضروا بسبب مجيء داعش وتركوا ديارهم وأموالهم ولجأوا إلى أقليم كردستان. لذلك ما قدمناه هو أقل خدمة قدمناه لإخواننا الأعزاء. نتمنى الله من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا من جانب، ومن جانب آخر أن نكون عند حسن الظن هؤلاء الإخوة الذين استغاثونا أو لجأوا إلينا. وما قدمناه لا نفتخر به من الدنيا، إنما نفتخر به في القيامة. ولم نقدم الشيء الكبير، بل قدمناه ما نملكه، لأنه هذه العلاقات المشتركة والعلاقات القديمة بين الأخوة العرب والكرد منذ القدم، كان علاقات أخوية مبنية على الأخوة والتسامح والتعايش والمحبة. ولكن كان بعض الأحيان السلطات والأنظمة السياسية تحاول أن تفرق هذه الأخوة. وما فعلناه وقدمناه لإخواننا النازحين كان جزء
من التاريخ الإسلامي الكبير الذي تعلمناه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما قدمه الإخوة المهاجرين الإخوة الأنصار إلى المهاجرين في بداية الهجرة النبوية المباركة. لذلك نتمنى أن لا يكون المواطن العراقي لاجئا في بلده. مع الأسف الشديد هذا العراق هو بلد الخيرات، وهذا العراق هو بلد اللي قدم في الكثير من المراحل الزمنية أشياء لإخوانه الجيران والشعوب والقوميات الأخرى، ولكن اليوم ترى أن العراقي مهاجر في بلده. نتمنى الله من الله سبحانه وتعالى أن ترجع هذه الأمور كما كانت من قبل، والمواطن العراقي ينعم بالأمن والاستقرار في بيئته ومحافظته. ولكن لا سمح الله إذا الإخوة النازحين بقوا أي مدة من فترات الزمن في داخل إقليم كردستان ينعمون به ما نعموا به من قبل وكأنهم من أهل البلد إن شاء الله. إن شاء الله. متى يجتمع الدين والسياسة على طاولة حوار واحدة شيخ؟ طبعا لا ننسى أن السياسة هي جزء من الفقه، ولذلك العلماء خصصوا أبواب واسعة بالفقه الإسلامي على السياسة وبالأخص السياسة الشرعية، وألف كبير العلماء كتب في هذا المجال، وكان لعلماء الفقه الإسلامي دور واضح في ترشيد ولاة الأمور ليقيموا أمورهم بالعدل. أنا حسب ما افتهمت من السياسة الشرعية من جانب ومن الدين من جانب آخر بعمومياته، أنه العدالة تكون العنصر الأساسي في اجتماع السياسة والدين في محور واحد. العدالة. نعم العدالة. ولذلك ترى أنه سيدنا عمر بن الخطاب. عفوا، من يحدد العدالة هنا؟ هل تحددها قوانين وضعية أم يؤخذ بالقانون السماوي؟ أنا أعتقد أن العدالة يؤخذها القانون السماوي، يحددها القانون السماوي، ولكن يطبقها السياسة. يعني هناك التشريع يكون من الله سبحانه وتعالى، من القانون السماوي، من الإسلام، ولكن التطبيق هو يكون السياسة. يعني لذلك أن العدالة جذوره راسخة في الدين وراسخة في المجتمع أيضا. راسخة في الدين باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أسس أعلن الخطوط العارضة للعدالة، وراسخة في المجتمع أنه الحاكم إذا كان حاكما مؤمنا مسلما طبق هذه العدالة حسب ما هو موجود ورسم له الدين. نعم. يعني يكون يجتمع الدين والسياسة في هذا الموقع، في هذا المحور. ذلك على سبيل المثال أنا أقول عمر بن الخطاب، ولم تلد أي أمة مثل عمر بن الخطاب من الجانب الحاكم العادل ومن الجانب الإدارة الناجحة حتى إدارة الأزمات. يعني حدثت أزمات كثيرة في عهد عمر بن الخطاب حاول أن يديرها بشكل منهجي، أزمات اقتصادية وأزمات سياسية، عطل حدود يعني نعم. يعني أزمات كثيرة وقعت ولكن هو استطاع أن يديرها. عندما جاء وفد من خارج المدينة المنورة إلى المدينة المنورة ووجدوا أن عمر بن الخطاب أنه متمدد في حديقة المسجد، في باحة المسجد، ونايم مرتاح الباب، ماذا قالوا؟ قالوا عدلت فأمنت فنمت. إذن الأمن مربوط بالعدالة، والأمن هو المحور الأساسي بالسياسة. من الذي ينتج الأمن؟ العدالة. العدالة نتجت الأمن، لذلك العدالة هي المحور الأساسي. عمر بن الخطاب 10 سنوات حكم، مدة 10 سنوات أو قرابة 10 سنوات حكم المجتمع الإسلامي، وازدهر الإسلام في زمنه، والفتوحات ازدادت، ودخل الناس في دين الله أفواجه، وانتشر الإسلام خارج المدينة المنورة بشكل كبير. لم يشهدوا هذه الفترة فترة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رغم الاختلافات الموجودة هناك في زمن أبو بكر الصديق، كان حروب الردة وكان مدة قصيرة سنتين، وكان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في عهد عمر بن الخطاب نفس الشيء، كانت أكو مشاكل. يعني الحروب، معركة القادسية من الحروب الكبيرة أو المشهورة، مثلا الأزمات السياسية، الأزمات الإدارية، الأزمات الاقتصادية، ولكن بالرغم هذا عدالة عمر بن الخطاب جعل أنه الكل
يصلون إلى قناعة كاملة أنه الحكم الرشيد أو الحكم الإسلامي الرشيد ينبت من العدالة، تلك العدالة التي نفذها عمر بن الخطاب وأغسخ دعائمها الإسلام بشكل عام. العدالة هنا هل بالضرورة أن تعني المساواة؟ العدالة له معاني كثيرة. مثلا العدالة بمعنى رفع الظلم، العدالة بمعنى النظر إلى طبقات المجتمع بشكل متساوي، العدالة يعني توزيع خيرات المجتمع من جانب الاقتصادي، توزيع خيرات البلد بشكل متساوي، العدالة يعني إبادة نظام الطبقات، الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، وإبادة نظام الطبقات. لذلك العدالة في مفهومها مفهوم واسع. لذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا يأمر؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيه؟ بالعدل. نعم، يعني جعل أول شيء بالعدل وأقيم الوزن بالقسط، يعني من معاني العدل أذن القسط. لذلك العدالة له معاني كبيرة، ومن أحد معانيه المساواة، المساواة في إدارة شؤون البلد، المساواة بين المواطنين، المساواة في توزيع الخيرات، المساواة في تطبيق القانون. أن مشكلتنا الآن في الكثير من المجتمعات الإسلامية تطبيق القانون ليس بالمساواة، التطبيق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا خير في أمة إذا سرق فيها الضعيف قطعوا يده، وإذا سرق فيه القوي تركوه. يعني هذا عدم تطبيق المساواة يجعل البلد يكون غير عادل. أريد أن أسأل فضيلتك عن دور رجال الدين الكرد في رحلة ومسار القضية الكردية ما دمنا تكلمنا عن الحاكم العادل وكيف يتصرف مع فئات شعبه. نعم، بالتأكيد هذا سؤال محوري، أريد مع تاريخه. نعم، ولكن يحتاج مناقشة قوية ووقت. لكذلك الحركة التحررية الكردية بدأت في أوائل القرن العشرين، وكانت أحد أسباب هذه الحركة التحررية الكردية ما لقاه الكرد من المآسي والظلم أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى قبل القضاء على الدولة العثمانية. كان الكرد في ذلك الوقت عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى يعني أحسوا بالظلم والتهميش والإقصاء. لذلك بدأت الحركة التحررية الكردية كثورة يعني بشكل مبسط. نعم. وازدادت هذه الحركات من منطقة جغرافية ومن مدينة، من قضاء، من قرية، من ريف، تتجدد الحركة التحررية الكردية عشائريا من منطقة إلى منطقة، إلى أن وصل إلى سنة 1947 وأسس القاضي محمد أول جمهورية كردية في مهابات في إيران. لأن الكرد قد قسموا بعد اتفاقية ساكسبيكو إلى على 4 دول، على العراق، إيران، تركيا، سوريا. الجزء الكردي في إيران سنة 1947 استطاع الشخصية الدينية القاضي محمد، وهو كان شخصية دينية، بإعلان أول جمهورية كردية، وأعلنها في مهابات. كان عمر هذه الجمهورية الكردية، معناها البداية كانت مع رجل دين. بالضبط، يعني الثورات الكردية كلها قادها رجال دين. هذه الجمهورية الكردية كان عمرها تقريبا قرابة 11 شهر. بعد 11 شهر استطاع النظام الصفوي في إيران أن يبيد هذه الجمهورية ويسجن قيادة هذه الجمهورية، وبالنهاية أعدم القاضي محمد وأعدم مجموعة كبيرة من الحاكمين معه. بعد ذلك بدأت ثورة الشيخ محمود الحفيد، وهو أيضا شخصية دينية. وبعد في سنة 1958 بعدما اعتقله البريطانيين وخرج من السجن في سليمانية أعلن ثورة، وهو شخصية دينية مشهورة الشيخ محمود الحفيد. بعدها بدأت ثورة المرحوم مولى مصطفى البارزاني سنة 1961. يعني قصدي هذا التمهيد أشرت إلى 3 ثورات كردية رؤوسهم كان علماء دين وشخصيات دينية. هذا الشيء كان له دور كبير في ربط علماء الدين بالحركة التحررية الكردية.
لأنه العلاقات الاجتماعية والعلاقات الدينية كانت موجودة بين الشخصيات والزعامات الدينية في ذلك الوقت، جعلت الكل يكونوا مشتركين في هذا الموضوع، وبالأخص المرحوم مصطفى البارزاني، لأنه بفترة أنه هو درس العلوم الشرعية وعائلته أيضا عائلة دينية، عائلة متصوفة، عائلة نقشبندية، بسبب علاقته وانتقالاته الدينية من مناطق كردستان استطاع أن يبني ويؤسس علاقات اجتماعية قوية مع العديد من الشخصيات الدينية في المناطق المختلفة، في سليمانية، في كفري وكلار، في حلبجة مثلا، في أربيل، في دوق، في هذه المناطق. عندما أعلن الثورة لحق به عدد كبير من الذين كانوا من أصدقائه، من معارفه، ومنهم بعض من علماء الدين، وحاول في بداية الأمر أن يشكل لجان إدارية محلية، في كل لجنة إدارية محلية، لأنه 61 الحكومة في المناطق الكردية كانت سيطرته ضعيفة، ولم تبقى الحكومة العراقية في ذلك في هذه الأماكن. لذلك قام المرحوم مصطفى البارزاني بتشكيل لجان إدارية لإدارة شؤون المنطقة، مع كل لجنة إدارية جعل عالم ديني. عالم ديني قال له أنت مثل يكون لك دور القاضي في فض النزاعات، فض الخصومات، حل المشاكل. كان هذا له دور كبير في أن يكون العالم الديني جزء من الحياة اليومية للناس. وبعد ذلك في أيلول 1970 قام المرحوم مصطفى بارزاني بتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي، لأنه في ذلك الوقت لم يكن وزارة الأوقاف، أسس هذه المؤسسة لتكون المرجعية الدينية من جانب واحد، لم الشمل العلمائي من جانب ثاني، تأييد ومناصر الحركة التحررية الكردية من جانب ثالث، وتأهيل وتكوين وتأهيل علماء الدين، وليكونوا حلقة واسعة يعني بمعلومات الثقافية، معلومات المعاصرة أو قضايا الفقهية المعاصرة، وكذلك أن يكون هذه المؤسسة رابطة للتوصيل مع العالم الإسلامي. واستطاعت هذه المؤسسة بناء أول علاقات لها مع المملكة العربية السعودية، وذهاب وفد من علماء الدين إلى المملكة العربية السعودية في 92 و 93، واستطاع هذه المؤسسة اتحاد علماء الدين تأسيس أول معهد إسلامي لتخريج كوادر دينية في عموم المناطق الكردية في سنة 73، واستطاع هذه المؤسسة تأسيس لجنة عليا للإفتاء من أجل توحيد الفتاوى في داخل المجتمع الكردي، وهذه اللجنة موجودة لحد الآن تحت اسم المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان، واستطاع هذا المجلس. هذا المسار كل اللي تكلمت لي عنه إلى الآن أنا أجد فيه بصمة رجل الدين بالتأكيد. يعني هذا كان كل دور كبير في أن يلتحق عالم الدين بالحركة التحررية الكردية ويكون له اندماج مع السياسة بشكل عام، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني العالم الديني عندما رأى الظلم والاضطهاد على شعبه، يعني من واجبه أن يرفع الظلم ويكون جزء من الدفاع عن المظلوم، لأن الإسلام يأمرنا بالدفاع عن المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما قل له قف ستوب، هاي لا تجاوز حدودك، وإن كان مظلوما أعنه. لذلك كل هذه الأسباب جعلت أن يكون العالم الكردي جزء من الحركة التحررية الكردية، ولكن من الجانب الإيجابي. لا ننسى في الكثير من المواقف كان لعلماء الدين أدوار مشرفة في الدفاع عن المظلوم، حتى الوقوف بوجه بعض المسؤولين في داخل المجتمع الكردي عندما يقومون بأمور غير موافقة للعادات والتقاليد أو يعملون بالظلم، يعني ينصحونه ويقولون له هذا العمل غير موافق. حتى بالثمانينيات النشاط السياسي لقسم من علماء الدين، يعني قامت الحكومة العراقية في ذلك الوقت بسجن مجموعة كبيرة من علماء الدين، حتى من بإعدامهم أيضا، ولذلك أعدم عدد كبير من علماء الدين، وبعض من علماء الدين لحد الآن مصيرهم غير مجهول، وقسم منهم سجنوا، وقسم منهم التحقوا إلى الجبل والتحقوا بالحركة التحررية الكردية لحد انتفاضة ربيع 1991، عندما حدث الانتفاضة مرة أخرى
كان لعلماء الدين دور أكبر، ومثل من ذلك الوقت لحد الآن عدد جيد من علماء الدين بالبرلمان العراقي، بالبرلمان الكردي عفوا، وكان لهم بصمات في تشريع الكثير من القوانين وأدوار في إدارة شؤون البلد. نعم. بشكل عام العالم الكردي جزء من المجتمع الكردي، وهو كان جزء من الحركة التحررية الكردية. كان العالم الكردي يساند شعبه في إزالة الظلم والاضطهاد والوقف بوجوه الظالمين. طيب دوركم كعائلة ومشيخة كردية أيضا؟ بالتأكيد، بحكم أنه عائلتنا عائلة دينية، وكان جدي ويسي له علاقة صميمة مع المرحوم الملا مصطفى البارزاني، وحل الملا مصطفى البارزاني ضيفا على جدي في قريته في سنة 1963. هذه العلاقة كانت لها دور كبير في أن يكون لجدي دور في الحركة التحررية الكردية، ولذلك كان جدي أحد قضاة ثورة أيلول باعتباره القاضي الأول في فترة من الزمن. نعم. قاضي أول، يعني كان كبير القضاة. بعد ذلك عندما أسس ملا مصطفى البارزاني أراد أن يؤسس اتحاد علماء الدين، كان جدي ويسي هو كان أحد المؤسسين لهذه المؤسسة، واستطاع أن يشرف على هذه المؤسسة لحد 1975. بعد 1975 وعندما نكست ثورة أيلول وانتهت هذه الفترة الزمنية لحركة التحرر الكردية ثورة أيلول، جدي توفى وانتقل إلى رحمة الله. وكانت لهذه العلاقة دور كبير في إدامتها، والدي أيضا استطاع أن يديم هذه العلاقة، وكان مدة من الزمن هو مسؤول عن شؤون كل طلبة العلوم الدينية في عموم أقليم كردستان. هذا يعني أنك أخذت العلم كابرا عن كابر. بالتأكيد، لأنه عائلتنا عائلة دينية، 12 جد أبا عن جد ورثنا العلم. نعم. وكان جدنا الأكبر المرحوم محمد بن عبد الله بن آدم من كبار علماء، وحتى الدراسات الجامعية الطريح الماجستير والدكتوراه يعني أخذت على مخطوطاتي 6 أطروحات دكتوراه و8 رسائل ماجستير في جامعات بغداد، كلية الإمام الأعظم، في جامعة صلاح الدين، جامعة السليمانية. لذلك عائلتنا كان لها مكانة في نعم وسأربطكم هنا بالمجتمع. نعم. السر في الاتفاق غالبا على رأي واحد بين الطبيب الكردي والفلاح الكردي والعامل الكردي ورجل الدين الكردي، يتفقون دائما على الخطوط العريضة التي تخص كردستان. ما السر في ذلك؟ السر هناك يعني عفوا، أنت تجلس الآن أمامي كرجل دين. نعم. يجلس أمامي سياسي كردي يتكلم بنفس المنطق السياسي الذي تتكلم به. الظلم الذي لحق، صح معك، أنا متفق معك، الظلم الذي لحق الشعب الكردي هو لأنه الشعب الكردي كلهم سواء كان طبيب أو فلاح أو رجل قائد سياسي أو عالم ديني، كلهم من أبناء المجتمع، الأفراح والأطراح تجمع. بالضبط. وكلهم كانوا شركاء في المعاناة. والظلم الذي لحق الشعب الكردي منذ حرب العالمية الأولى لحد الآن، وعدم وجود دولة كردية وعدم وجود إدارة سياسية كردية مستقلة، يعني يجعل الكل يحس بهذا الألم، ولذلك الكل يعانون نفس الألم وكلهم مشتركين في هذا الشيء. ولهذا من وجهة نظر إسلامية، هل أنصفتكم الحكومات العراقية المتلاحقة منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى يومنا هذا، وأيها كان نسبيا قريبا من حقوق الشعب الكردي؟ والله المفروض هذا السؤال أكثر شيء يوجه للسياسيين، ولكن حسب اطلاعي السياسي. نعم، أنت ابن المجتمع. نعم، حسب اطلاعي وحسب قراءتي للتاريخ، القيادات السياسية كلها لم تكن منصفة مع الشعب الكردي، ما عدا الفترة الملكية إلى حد ما. الفترة الملكية كانت إلى حد ما كردستان أحست بالأمن والأمان، ولكن بشكل عام الشعب الكردي لم ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار تحت أيدي الحقبات السياسية الحاكمة في العراق، يعني من
1958 وإلى يومنا هذا. شجعتني على 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 التساؤل. نعم. والمشكلة نعم. والمشكلة كانت مع الأنظمة السياسية ولم تكن مع الشعب العربي الموجود في العراق. الشعب الكردي كشعوب، الشعب الكردي والشعب العرب اللي العربي كانوا في العراق متعايشين ولم تكن بينهم أي مشاكل أبداً. ولكن المشكلة كانت بين الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. حتى بعض حسب ما يتكلم به بعض السياسيين يقولون أنه في فترات قصيرة كان الرجل الأول بالدولة كان له انطباع جيد على القضية الكردية على المجتمع الكردي، ولكن كانت الحاشية تؤثر عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا كثيرا بأن الحاشية السوء يعني يكون له دور كبير في التوجيه السيء للقائد أو للشخص الأول للدولة. لذلك أنا حسب ما فهمته من التاريخ بشكل عام وحسب ما عاصرته أن القيادات السياسية الحاكمة في العراق لم تكن منصفة إلى أي نقطة مع المجتمع الكردي بشكل عام. طيب ما هو المشروع الكردي من وجهة نظر إسلامية؟ هذا سؤال. نعم. من وجهة نظر إسلامية. لا، القضية الكردية هي قضية قومية وليست قضية دينية، وكل قضية من القضايا له أثر فكري. طيب سأقلب السؤال. نعم. وهذا ما هي وجهة النظر الإسلامية من القضية الكردية؟ نعم. ووجهة النظر الإسلامية وجهة نظر واضحة. نعم. أنه من جانب إنصاف المظلوم ومن جانب الدفاع عن المظلوم ومن جانب تحقيق الأمن والاستقرار ومن جانب تحقيق العدالة، وكل شعب له مكانته بأن يدير شؤونه ويدير إدارته بنفسه. حتى أنه الكثير من 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 المسلمين الجدد عندما دخلوا الإسلام كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا أميرة، اجعل لنا راية، اجعل لنا كذا. يعني حتى القبائل في فتح مكة ابن كثير يؤكد أنه دخلت القبائل على راياتها في فتح مكة. يعني وجود الراية وجود المقومات الدولة لم تكن مانعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يدير الدولة حتى الخلفاء الذين من بعده حتى عمر بن الخطاب كنظام شبه مثل الاتحاد الفيدرالي مثل الآن كيف موجود الاتحاد الأوروبي. كان عمر بن الخطاب يدير الدولة على شكل هذا النمط ولكن بأسلوبه. إذن الموقف الإسلامي واضح من القضية الكردية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتقاتلوا. الآن وجود الشعب الكردي في داخل الحكومة العراقية من القديم لحد الآن، أين موقع الشعب الكردي؟ أين موقع وجود الشعب الكردي؟ أنا لا أحسب الفترة بعد 2003. ب2003 الوضع إلى حد ما يختلف، ولكن قبله الوضع كان مختلف تماما. لذلك أن الإسلام يؤمن بأن ينال كل قومية حقوقه المشروعة. فإذا كان الاستقلال وإذا كانت إدارة الدولة بنفسك مسموحا للفارس أن يدير بنفسه وللعربي أن يدير بنفسه وللتركي أن يدير نفسه، لماذا ليس مسموح من الكردي يدير نفسه بنفسه؟ إذا كان مسموح لكل القوميات العربية تكون لهم دولة، فلماذا لا يحق للكرد وأنهم 40 مليون نسمة في عموم المجتمع الكردي بلدان. نعم، في 4 بلدان. لماذا لا يحق للشعب الكردي أن يكون له دولة كدولة مستقلة؟ إذا كان الوطن العربي مقسم إلى أكثر من 23 دولة، فلذلك لا يحق للكرد وهم مقسمين على 4 دول أن يجتمعوا. إذا كان الإسلام ضد الانقسام، فالإسلام يأمرنا بالاتحاد والأخوة والقوة. فإذا كنت أنا عايش مع الأخ العربي في العراق لماذا لا أحس بالمواطنة؟ يعني هناك عدة أمور. هذه من جانب السياسي يجب السياسيين أن يناقشوا هذا الموضوع، ولكن حضرتك أدخلتني بالموضوع. الإسلام إن الله يأمر بالعدل، قلنا في بداية الموضوع. العدل هو إزالة الظلم. الشعب الكردي في العراق
في إيران، في تركيا، يعني كن على علم يا أخي العزيز، الشعب الكردي في سوريا لم تحق له حقوق أن يحمل البطاقة الوطنية، نعم، الجنسية، الجواز، لا لا لم يكن يتمتع بالجواز السوري. إذا كان هو سوريا لماذا لا يتمتع بالجواز السوري؟ نعم. إذا لم يكن سوري لماذا يبقى معكم أو يعيش معكم؟ يوميا في إيران إعدامات بالجمل على القضية السياسية. إذا كان الحق أنه المواطن يقول رأيه ويدافع عن شعبه ويقول أريد الحرية وأريد الاستقلال وأريد العيش بكرامة، لماذا يعدم؟ لماذا هذه الإعدامات الجماعية وهلم جرى؟ نعم، الإسلام لم يأمر بإذابة الخصوصية بالضبط. القومية أبدا، لا حتى مثلا سلمان، سيدنا سلمان الفارسي، نعم، يعني كان فارسيا ودخل ولم يغير لقبه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل سلمان المسلم، سلمان الإسلامي، قال سلمان الفارسي، صهيب الرومي، نعم، خيركم المدافع عن عشيرة ما لم يثم. يعني حتى الملابس أن الصحابة الكرام الغير العرب عندما أصبحوا مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على خصوصياتهم، على ملابسهم، على ألقابهم. يعني كان في فترة من الزمن الاسم الكردي، أنه تضع اسم كردي على أحد أبنائك ممنوع في داخل العراق. فترة الثمانينات لحد 91 عندما حدث انتفاضة آذار سنة 1991، وتقريبا انسحبت الحكومة العراقية في أربيل وسليماني ودوك. لحد ذاك الوقت كان العيد القومي نوروز مثلا كعيد قومي للشعب الكردي كان ممنوع تسميه نوروز، لازم تسمى عيد الشجرة، عيد الربيع، ممنوع تقول نوروز. حتى باسم الأطفال ممنوع أن تسمي ابنك أو بنتك اسما كردية. يعني نرى حتى تغيير الاسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصيات لم يتدخل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نسمي أسماء أبنائنا بأسماء جميلة، إن الله يحب الاسم الحسن، يستحب أن تسمي اسمه بعبد فلان وعبد الله، عبد الرحمن، عبد الرزاق، كذا وكذا، ولكن لم يكن إلزاميا أبدا لم يكن إلزاميا، لأنه جانب الحرية الشخصية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتدخل بالحرية الشخصية. يعني يروي ابن القيم عليه رحمة الله أنه أحد من الصحابة كان اسمه حزن، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال حزن. وقال صلى الله عليه وسلم قال بل أنت سهل، يعني غير اسمه. نعم. وهذا الصحابي الجليل قال أنا لا أغير اسما سمانيه أبي. ابن قيم يعلق على هذا الموضوع يقول فلم ينكر عليه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد الصحابة لأنه لم يأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب تغيير الاسم. يعني حتى كنا محرومين من هذا الاسم، خيار يعني بما معنى. حتى الملابس الكردية في فترات من الزمن كنا محرومين منها من أدايا. حتى التعليم يعني في فترة نهاية الثمانينات بدأ التعليم الكردي، قبلها لم تكن حتى التعليم الكردي موجود في داخل العراق. إذن بشكل عام الإسلام لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالحقوق، بمسح الحقوق القومية والحقوق حتى الحقوق الاجتماعية في داخل المجتمع. الحكومات المتعاقبة في العراق، في إيران، في تركيا، في سوريا لم تسمح بهذه الأشياء. لماذا؟ لأنهم هم وصلوا إلى قناعة كاملة. متى استطاع الشعب الكردي أن يوحد رأيه حول موضوع من المواضيع؟ يستطيع أن يتوحد. لذلك قاموا بمحاربة الشعب الكردي بشتى الوسائل. جميل، هذا من الخارج، الرؤية من الخارج. الرؤية من الداخل، مؤسسة بحجم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان وبهذا الثقل وبرقعتها الواسعة، إلى ماذا تسعى بالضبط الآن؟ نعم، الآن طبعا بعد أن تبلورت الفكرة وبعد أن نضجت هذه المؤسسة ووصلتم إلى ما وصلتم إليه، عمل اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كردستان تختلف مع المرحلة الزمنية التي يعيشها، لكل مرحلة له برنامج خاص. نعم. طبعا عمل اتحاد علماء الدين بالأخص من 2010 ولحد الآن، أولا محاربة الفكر التطرفي بشتى وسائله، الفكر التطرفي غير مقبول في كردستان عموما. نحاربه في المساجد، نحاربه في التأليف، نحاربه في الأجهزة الإعلامية، نحاربه في الأنشطة، في المؤتمرات بشكل عام. ساندنا قوات البيشمركة لأنهم
كانوا يدافعون عن شعب كردستان لمحاربة الفكر التطرفي. إذا محاربة الفكر التطرفي أولا، ثانيا التواصل مع العالم الإسلامي باعتبار أنه إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، ونفتخر بالهوية الإسلامية السنية. نعم. نفتخر بها وندافع عنها. سفرك وارتحالك أنا أيضا حسب ما فهمت أنك تحاول أن تجلب مناهج وسطية معتدلة. بالضبط. أن تطلع أيضا على كيف يتعامل. لا هو من جانب محاربة الفكر التطرفي من أحد أهدافنا الاستفادة من الأساليب الناجحة لمحاربة الفكر التطرفي وتنفيذ هذه التجربة في داخل إقليم كردستان، وفعلا بفضل الله سبحانه وتعالى استفدنا من تجارب العديد من الدول، لأنه نحن نريد هذه التجربة تكون تجربة دينية كردية. نعم. لأنه البيئة نحن على راعي الخصوصيه، البيئه يجب علينا ان نراعي البيئه ونراعي الخصوصيه. من هذا المنطلق نحن نحارب الفكر التطرفي بالاستفاده من تجارب الاخرين، ولكن بتطبيقها في الواقع الكردي لمراعاه الخصوصيه الكرديه. النقطه الثانيه من اهدافنا التواصل مع العالم الاسلامي، ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى لدينا علاقات جيدة مع الكثير من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي والشخصيات الدينية أيضا، وحضرنا مؤتمرات ولقاءات كثيرة، لأنه نحن نفتخر بهويتنا الدينية. كان في الماضي انقطاع وبعد عن المجتمع الكردي عن العالم الإسلامي، وكان العالم الإسلامي أيضا مقصرا، نحن لم تكن لدينا الإمكانية والعالم الإسلامي لم يسأل عنا. يعني أنا في كثير من الأحيان أقول الكرد هو يتيم المسلمين. اليتيم إذا والده يموت، إذا والده يموت ما حد يسأل عنه، لازم هو من عنده ينهض ويكبر هو بنفسه يسأل عن نفسه. نحن الكرد كنا في المجتمع الإسلامي يتامى. الآن فتحت لنا بعض الآفاق، في هذه الآفاق قمنا وقلنا للعالم الإسلامي ها نحن الكرد موجودون. جميل. نقطة ثالثة الإشراف على الفتوى، باعتبار أن الفتوى الجماعية هي النقطة الأساسية في عدم، لأنه الفتوى الفردية في الآن في داخل المجتمع الكردي لا تحظى بالقبول. نعم. لا تحظى بالقبول، وكلما كثرت العقليات في صناعة الفتوى تكون هذه الفتوى أكثر قريبة من الواقع وتأخذ بمقاصد الشريعة أكثر. نعم. والنقطة الرابعة من أعمالنا تثقيف علماء الدين وتهيئتهم ولمواكبتهم، لأنه عالم الدين عندما يتخرج من الجامعة أو من الكلية يكون له مجموعة دروس أكاديمية، نحن نحاول هذه الدروس الأكاديمية اللي تعلمها من الكلية وأخذها على يد كبار مشايخه أن نطبق له عمليا بفتح الدورات باللقاءات مع كبار علماء الدين. أنا عجبني شيء، أنا سمعت أنك تنتقي، يعني حين تذهب في سفرة معينة إلى الأزهار أو إلى أي مؤسسة دينية أخرى تحاول أن تنتقي مناهج وتجلبها إلى كردستان، أن 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 تطبق يعني مبادئ جديدة، لا نقول جديدة بل فيها عصرنا، فيها حداثة وتتواءم مع الوضع، وأيضا لا تدعو إلى التطرف. هذا أنا اللي فهمت عنك. نعم. بالتأكيد كما قلنا قبل أنه أنا هذا كلش مهم عندي. نعم. هذا المحور المحافظة على الخصوصية. نعم. لأن رجل الدين أنت تعرف أول ما ينشأ قد لا يأخذ عن أفواه الرجال، قد يأخذ فقط من بطون الكتب. صح. فيقرأ ويفهم بحسب ما يقرأ بلا مرشد. أنا وهنا المشكلة. نعم. أنا على يقين نحن اليوم بالأخص كلامك يعني جعلني أتحدث عن اليوم عن كورونا. نعم. على سبيل المثال أتى كورونا وغير الكثير مما لم يكن موجودا في بطون الكتب القديمة، وغير الكثير مما لم يخطر ببال أي أحد من علماء الدين، إغلاق المساجد بشكل عام مثلا على سبيل المثال، مثلا دفن المصاب بمرض الكورونا كيف يدفن على سبيل المثال، مثلا حتى كورونا مثلا نادى البعض بالصلاة عن بعد، الاقتداء بالأجهزة التلفاز، وهذه يعني يجب علينا أن ننهض لكي نخرج بأمهات الكتب الفقهية أو نعصر ما قاله الفقهاء القدامى ونطبقه بحلة جديدة في المجتمع الجديد.
لا نهدم ولا نترك ما قاله الفقهاء القدامى، لا، بل نعصره ونستفيد من خبرهم وتجربتهم، ندخل عمقهم وكأننا نتكلم معهم اليوم. نأخذ بالقياس، نجتهد بالضبط. إذن المواكبة والحداثة شيء ضروري، ولكن بشرط عدم نسيان الماضي، لأنه هذا الذي بني اليوم له جذور في الماضي. أنت تأتي بالحداثة وتترك الماضي ولا تستفيد من الماضي ولا تستفيد من أقوال السلف أو أقوال الفقهاء أو أقوال القدامى، يعني تصيب بعثرة مثل ما يقولون. لذلك عندما نحن نلتقي بكبار مشايخ في العالم الإسلامي وبالأخذ بالأسر الشريف، لأنه نحن نكن كل التقدير للأسر الشريف، مرجعية دينية وسطية معتدلة لها تاريخ عريق، وبالرغم من هذا إذا كان العرب يفتخرون بوسطية الأسر فنحن نفتخر بصاحب هذه الوسطية وهو صلاح الدين الأيوبي الذي حول جامع الأسر من زهراء إلى الأسر، وكان الحد إلى ثلاثينيات القرن الماضي رواق الأكراد موجود في داخل الأسر، وكبار علماء الكور كانوا يلتحقون بالأسر للحصول على العلوم الشرعية. إذن الأسر لها عمق تاريخي وجذور تاريخية في داخل المجتمع الكردي. عندما نذهب إلى الأسر أو إلى أي مؤسسة علمية في العالم الإسلامي، حتى الأردن له مؤسسات دينية علمية عريقة أيضا، ونرى المناهج، هذه المناهج نحن نحافظ على خصوصية المجتمع الكردي كونه شافعيا في الفقه وأشعريا في العقيدة ومجتمع وسطي يحارب الفكر التطرفي. لذلك هذه المناهج نأتي بها إلى أقليم كردستان، لدينا أخصائيين يراجعون هذه المناهج، ما يوالم من هذه المناهج في داخل المجتمع الكردي نحاول تطبيقه، وقسم منهم نترجمه إلى اللغة الكردية ليستفيد منه الكثيرون، ونقيم دورات علمية على هذه المناهج يعني. وحتى نوفد مجموعة من علماء دين، لحد الآن تقريبا وفدنا قرابة 150 عالم ديني للأسهر لمشاركة في دورات شهر شهرين، وحتى نأتي بعدد من علماء الدين أو كبار قادة الفكر الإسلامي في مصر، في الأردن مثلا ليحاضروا في دول الخليج، في داخل العراق، ليحاضروا في داخل إقليم كردستان لعلماء الدين، من أجل أن يكون عالم الدين على معلومة بينة لما يجري حوله، من يكون أن عقله منفتح، عقله واسع. أحد المشاكل الأساسية التي لحقت المجتمع السني في العراق هي عدم وجود عدد كافي من قيادات العمل الديني الوسطي في داخل المجتمع الكردي العربي عفوا، وعدم إلمامهم بالسياسة الشرعية بشكل عام. لذلك رأينا ما حدث في واقع السني بالأخص في السنوات الأولى من احتلال العراق. الآن نرى المجتمع السني اختلف كثيرا، حتى وجهة نظر علماء الدين ما شاء الله يعني نحو الأحسن ونحو الانفتاح ونحو التعامل مع الواقع ونحو تحليل القضايا الفقهية الواقعية، يعني شيء يبشر بالخير. ولكن من 2003 لحد 2010-2011 كان هذا الخلل موجود. طيب، أنا يمكن يعني إلى الآن أنهيت الجزء الأول، نعم، في لقائي مع حضرتك رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ويسي. أنا أشكرك جدا، لنا إن شاء الله جزء ثاني مع حضرتك بعون الله إن سمح وقتك إن شاء الله. تحياتي لكم مشاهدينا، حتى نلقاكم جديد.